وبالطبع بعد انتهاء مباراة المصري وماليندي بفوز النادي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، معايا سيادة السفير محمد أبو الوفا سفير مصر بدولة تنزانيا اللي كان موجود النهارده بيدعم النادي المصري بكل قوة، وكان أيضا على اتصالات برئيس البعثة وبمدير الكورة للاطمئنان على حالة البعثة. سيادة السفير بنرحب بحضرتك وبنقول لك مشرفنا ومنور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، والحقيقة عايز في البداية أن أنا أتقدم بالتهاني لجماهير النادي المصري والمجلس إدارة النادي المصري وجماهير مصر كلها بهذا الفوز الكبير. الحقيقه النهارده النادي المصري كان خير سفير لمصر في الخارج، اداء متميز وفوز كبير. الحقيقه حظي مش بس باعجاب الجماهير المصريه على محدوديتها اللي حضرت النهارده، بس كمان الجماهير اللي موجوده جماهير فريق ماليندي، لان فعلا الاداء كان اداء متميز ومشرف. الحقيقه كنت عايز يعني اشير الى التسهيلات اللي حرصت البعثه المصريه في تنزانيا في دار السلام على تقديمها، ويمكن لم يعني تبدا منذ وصول الفريق فقط، وانما كنت على تواصل شخصي مع السيد محمد الاستاذ محمد الخولي نائب رئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه، والسيد اللواء ياسر سالم عضو مدير الكره بالنادي. والحقيقه يعني كنا على تواصل دائم لمناقشه كل الترتيبات والتسهيلات اللي ممكن السفاره تقدمها بالتنسيق مع نادي ماليندي فيما يتعلق بالاقامه والانتقالات والاستقبال في المطار، والتنسيق بخصوص الملاعب الفرعيه للتدريب والملعب الرئيسي، والحقيقه امور كثيره جدا، والحمد لله يعني نجحنا في تسهيل كل الامور، حتى كان في بعض امور خاصه باللاعبين الافارقه فيما يتعلق باستخراج التاشيرات وغيرها. الحمد لله يعني نجحنا بالتنسيق مع السفاره التنزانيه بالقاهره.